طيب تفضل استاذ محمد العلي، حدثنا عن مهرجان انديه الهواء المسرحي في عام 2024 في نسخته الاولى. اهلا وسهلا، حياكم الله صحيفه سبق الالكترونيه، مشرفينا ومنورينا اليوم في مهرجان انديه الهواء المسرحي اللي تنظمها هيئه المسرح والفنون الادائيه. يقام المهرجان في جامعه الملك سعود بالرياض. المهرجان يستهدف أندية الهواء المسرحية تحديدا المسجلة والمرخصة في البوابة الوطنية للهوايات. المهرجان يتضمن 8 عروض مسرحية تنافسية تتنافس على 12 جائزة، بالإضافة إلى برامج مصاحبة. أحد البرامج هذا المعرض اللي حنا موجودين فيه، فيه البرنامج الثقافي في 8 جلسات متنوعة بين الماستر كلاسز والتوك، حديث المسرحي والندوات الثقافية. عندنا معرض أيضا تعرض فيه هيئة المسرح والفنون الأدائية مشاريعها من حفلة تدشين إلى يوم إطلاق هذا المهرجان، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة، ورش تدريبية تعقد في فندق إقامة الضيوف، ورشتين متخصصة في مهارات المسرح. سبق المهرجان هذا برنامج تدريبي يمتد لمدة 8 أسابيع، دخلت فيه العروض المتأهلة إلى هذا البرنامج لإنتاج عروضهم ومعرفة خطط الإضاءة والخطط التقنية والميزانيات. فالحمد لله احنا موعودين على بعروض مسرحية مميزة أنتجتها أندية الهواء المسرحية بدعم من هيئة المسرح وبجهد وتخطيط وتنظيم الأندية أنفسهم. عدد المشاركين أكثر من 100 صحيح، بلغ عدد المشاركين من أندية الهواء المسرحية في هذا المهرجان 142 مشارك تحديدا في العروض المسرحية. الورش التدريبية تحديدا إلى الآن عدد المشاركين حوالي 60 مشارك. البرامج الأخرى تقريبا إجمالي كل المشاركين المسرحيين السعوديين في جميع برامج المهرجان تقريبا 216 مشارك، هذا غير عدد الزوار والمستفيدين اللي ما زلنا حنا نحصد ونحسب عدد الزوار، راح يظهر معنا في حفل الختام. نتمنى حضوركم في حفل الختام عشان نعرف كل التفاصيل في آخر يوم بإذن الله. الحين هو أندية الهواء، كيف ممكن الممثل يعني لو جاك مثلا الهاوي عضو في الأندية تبغى يصير محترف، إيش ممكن تساعدوا أنتوا في كأندية؟ هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظم فعاليات وبرامج كثيرة للهواة والمحترفين بهدف تنمية المهارات وتطوير القدرات من خلال حزمة من البرامج التدريبية والتطويرية التي تطرحها الهيئة باستمرار. فبإمكان الهواة الانضمام إلى هذه البرامج التطويرية والتدريبية أو الانضمام إلى ورش العمل اللي توعيهم وتفتح عقولهم لتأسيس كيانات تنظيمية وفرق مسرحية من أجل الوصول إلى الاحتراف بإذن الله. بإذن الله. أنتوا ما شاء الله في النسخة الأولى من مهرجان الهواء المسرحي 2024 إحنا اليوم نشوف نجاح ما شاء الله، بإيش تعدون إن شاء الله في النسخة الجاية بإذن الله؟ الحمد لله، هذه زي ما تفضلت نسخة أولى من المهرجان، نتمنى ونطمح أنه يستمر هذا المهرجان بإذن الله. التفاعل اللي حصلناه واللي شفناه من الهواة ومن المسرحيين، بلغ عدد المشاركات أول ما فتحنا التسجيل 54 مشاركة، وهذا يدل على رغبة كبيرة من المسرحيين السعوديين لتقديم عروض مسرحية جادة وحقيقية، وهذا بالفعل يدفعنا في هيئة المسرح والفنون الأدائية للعمل بشكل أكبر والعطاء بشكل متواصل للوصول إلى نتيجة أكبر في النسخ القادمة بإذن الله. يعني إن شاء الله نقول مع الحراك المسرحي اللي نشهده اليوم سواء في مهرجان رياض المسرح أو مهرجان الهواء المسرحي، نقول إن شاء الله إحنا بدينا أو نعيش إن شاء الله عصر المسرح الذهبي، عصر أو كيف نقول، هو عصر مسرحي مميز. لو لاحظت الآن الحمد لله ختمنا وأقفلنا عام 2023 بمسرح، وابتدأنا عام 2024 بمسرح أيضا، والفعاليات والمهرجانات المسرحية متواصلة بإذن الله، ونحن لم نوجد إلا لخدمة المسرحيين وخدمة هذا القطاع بإذن الله. ختاما يعني بإيش تفسر شغف السعوديين بالمسرح كجمهور وكمشاركين، يعني رغم أن المسرح غاب لفترة طويلة؟ بلا شك أنا ممارس للمسرح وبدأت حياتي في المسرح منذ المسرح المدرسي، ممثلا ثم مخرجا إلى أن انتقلت إلى الإنتاج. أهمية هذا المسرح تربينا عليها منذ الصغر في المدرسة. الآن الحمد لله
مبادرة المسرح المدرسي عادت، وهيئة المسرح مركزة على موضوع النشء والناشئين. هذا بإذن الله سيعود بنا إلى إعادة ماضي المسرح والمسرحيين وصولا إلى نتائج ومستويات مبهرة إن شاء الله وجميلة جدا في المستقبل. معلش في سؤال في الذهن الحين، إنه كيف ممكن ينافس المسرح في ظل وجود السينما، الأفلام، العصر السوشيال ميديا، كيف ممكن ينافس في جذب جمهور ومشاهدين؟ والله هو المسرح لو كوجهة نظر شخصية هو كما يسمى أبو الفنون. المسرح هو العرض الحي المباشر، المسرح الذي يعتمد على التجربة الحية. جميع الفنون هي وسائل للتعبير، ولكن المسرح تحديدا هو العرض الحي الذي يضمن الاتصال الحسي بين الفنان على خشبة المسرح والمتفرج. فلا بد من مسرح، ولا بد أن نصاب يوما ما بمس ورح لكي نستمتع بالمسرح. ختام المساحة حرة لك. شكرا لكم لوجودكم صحيفة سبق، شرفتونا وأنستونا، وبإذن الله قدمنا لكم شيء يرضي طموحكم وطموح المسرحيين السعوديين في هذا المهرجان. نحن لم نوجد إلا لخدمتكم. شكرا لكم، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع في الأيام القادمة إلى حفل الختام وحفل إعلان الجوائز يوم الجمعة بإذن الله. شكرا أستاذ محمد. الله يعافيك. شكرا.